اهلا بيكم مره كمان. هنكمل مع بعض من باقي الحروف. طبعا احنا اتفقنا احنا هنقسم الفيديوهات هنقسم الحروف على فيديوهات عشان خاطر بيبقى في صعوبه في التحميل. هنكمل مع بعض باقي الحروف. كنا خلصنا الفيديو اللي فات لغايه حرف الاي واتفقنا ازاي نمشي. هنمشي مع بعض زي بالطريقه بالظبط زي بطريقتنا ونخش مع بعض على حرف الاف. عندي زي ما اتفقنا كل حرف عباره عن 2 اخوات. كل ده انا بقوله له، هو بيسمع معايا. اف كابيتال اف سمول. طيب الاف كابيتال، الف كابيتال عندها سنتين 2 بس، سنتين 2 بس. ينفع اعمل التالتة؟ لا. امال اعمل ايه؟ حرف الاف سنتين 2 بس. هعمل واحد واقف مظبوط تمام، مسنة عند راسه، مسنة عند بطنه بس. اوعى تكمل اكتر من كده. يبقى حرف الاف كام سن كام سنة؟ سنتين 2 بس، سنة عند راسه وسنة عند بطنه بس تمام. ساعات كمان بقول لهم على حاجه، بقول لهم حرف الاف ده ريحته وحشه، كل ما بشوفه بقول له اف، كل ما بشوفه بقول له ايه؟ بقول له اف، عشان كده حرف الاف ده ريحته وحشه. طبعا بيقعدوا يضحكوا ويهزروا ويبقوا مبسوطين جدا بالكلمه دي. طيب الاف سمول، اف سمول شبهها ولكن مختلفه، كتابتها مختلفه. بص كده على ايدي، اطلع الف وانزل واعمل شرطه كبيره. تاني، بص على ايدي تاني، بطلع الف وانزل واعمل شرطة كبيرة. طب يلا اصبعك معايا على الهوا زي ما اتفقنا الناس اللي متابعاني وعارفة طريقتي. يلا اصبعك معايا على الهوا. انا ليه بقول اصبعك معايا على الهوا؟ هستنى اجابتكم بقى في الكومنتات. اوكي، اصبعك معايا على الهوا واطلع الف وانزل واعمل شرطة كبيرة. تاني، صباعي تاني اهو تحت، اطلع والف وانزل عدل واعمل شرطة كبيرة، عشان ما يجيش يعمل لي كده. كان ساعات بيواجهني الطريقة دي. لا، هي مش كده، يا بطلع والف وانزل عدل واعمل شرطة كبيرة. ده حرف الاف. خش بقى كده على حرف الجي وندوس شوية على كلمة جي. اقصى لتحت جي اسمها ايه؟ جي. طبعا انتوا فاهمين انا ليه بكسر عليها او ليه بدوس عليها شويه، عشان بعد كده فرق ما بين الجي وما بين الجي لما اخدها ان شاء الله. بس انا بحب اخد الحاجه من اولها. النهارده بتكلم عن الجي فثبتت ان هي جي. جي تمام. حرف الجي زي السي، قبل كده كتبنا السي، ولكن بطلع فوق واعمل شرطه. حرف الجي زي السي ولكن بطلع واعمل شرطه. طيب الجي سمول، لو ولادي بتوع بتوع التجريبي او اللغات هنقول لهم نمبر 9، لو ولادنا بتوع العربي بنقول لهم رقم 9. زي التسعة او زي نمبر 9 ولكن بتلف من تحت. زي التسعة او زي نمبر 9 ولكن بتلف من تحت. جي، جي كابيتال، جي سمول. زي ما اتفقنا 2 اخوات، واحد كابيتال واحد سمول، على الطريقه اللي احنا ايه اللي احنا عارفينها. خلاص كده انا قلت لكم الاساسيات في الفيديو اللي فات، هنمشي على طول دلوقتي طريقه كتابه الحروف. حرف الاتش بيحبوه جدا لان هو سهل، وفعلا حرف جميل وسهل. حرف الاتش واحد وواحد وشرطة في النص. تاني، ها، واحد وواحد وشرطة في النص، بس لازم واحدة على الشمال الأول بعد كده على اليمين بعد كده الشرطة اللي في النص. أما الاتش سمول بعمل واحد وأقف عندي بطنه. ده بطنه؟ لأ، ده بطنه. أمال فين بطنه؟ بطنه أهي. وأطلع ألف وأنزل بعمل إيه؟ أدي واحد واقف عند بطنه واطلع الف وانزل. خلي بالك في الديكتيشن مع الولاد الضعيفه شويه، طب الولاد الشاطر خلاص بيبقوا شاطرين من الاول. مع الولاد الضعيفه شويه لما يعني ولد عندي بيقف شويه على الجي سمول او الاتش سمول بينساها بنيجي نتملاها، بقول له بقول له واحد واقف عند بطنه خلاص هو فهم، يقول لي خلاص انا عرفتها واطلع الف وانزل وشاطر. الاغنيه بتسهل كتير جدا، بتسهل عليا ككتابه زي ما بيغني زي ما بيكتب، وبتسهل عليا بعد كده في انه يفتكر الحرف، يفتكر الحرف بالاغنيه بتاعته تمام. نكمل حرف الاي. سمعنا حكايه حرف الاي في التلوين في التمهيدي صح؟ طب ممكن نسمعها تاني عشان الناس ما سمعتهاش معانا في التمهيدي، اسمعوها معانا في كي جي 1. حرف الاي طبعا الناس سمعتها معانا قبل كده معلش ما تزهقوش مننا، يعني عشان الناس التانيين ما سمعوهاش يسمعوها معانا. حرف الاي ليه قصه ليه حكايه. حرف الاي هو عباره عن 2 اخوات زي ما اتفقنا، واحد فيهم كابيتال والتاني سمول. كانوا الاثنين حرف الاي خارجين والمطره بره بتمطر. ماما قالت لهم يا حرف الاي انتوا الاثنين لازم لازم تلبس الكوتشي في رجليك والكاب على راسك. قام الاي كابيتال سمع كلام ماما، لبس الكوتشي في رجليك.